اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك، ولما نقول سمك يعني العب يا سمك. معانا سمك بولت النهارده من خير مزارعنا، الحبتين بيعملوا كيلو، يعني الواحده تعمل من 400 ل 500 جرام تقريبا، لطيفه وجميله. جاي على بالي اعمل السمك البولت النهارده بطريقه جديده، لا مشوي برده ولا سنجاري ولا زيت وليمون ولا مقلي. هتعملوا يا ابو غازي؟ هعمله النهارده صينيه بالبرغل، طاجن السمك البلطي بالبرغل، حاجه لطيفه جميله كده واخده السكه الاسكندراني، هيعجبكم ان شاء الله. معانا سمك فيليه قشر بياض، هعمله النهارده طاجن بالطحينه، والطحينه دي مدرسه، اهم حاجه تكون طحينه كويسه من زيت السمسم او من منتجات السمسم. هنشوف نعملها مع بعض ازاي وايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا واحنا بنعمل الطحينه، مطبوخه مره او مش مره. معانا النهارده شوربه، بما ان الشتاء بيحب الشرب، هنعمل شوربه السمك النهارده بالكرفس، لطيفه وجميله واخده طعم المستكة والكرفس، هتعجبكم قوي. حلقه فيها تفاصيل كتير، وخليها سمك النهارده هتعجب حضراتكم النهارده. ولكن التفاصيل في ايه يا عم الشيف؟ ازاي اشتري السمك من الحلقه واروح على البيت اعمل اكله سمك لطيفه وجميله ومطبخي ما يبقاش في زفاره؟ الكلام ده هنشوفه دلوقتي حالا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل طبق شوربه السمك بالكرفس، دي مدرسه. ومعانا كمان دلوقتي طاجن السمك بالطحينه. نبدا بقى يا استاذ رحاب، نبدا بطاجن السمك بالطحينه، دي مدرسه طهويه لبنانيه. الاخواننا في لبنان والشوام بيحبوا دايما يطبخوا الطحينه مع السي فود، بيسموها ايه؟ سمكه حاره بيروتيه، دي معروفه جدا على فكره، وسعرها غالي. بتتعمل من الهامور او الوقار. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. معانا فيليه الوقار خالي من الحسكه والشوك، ومعانا طحينه، معانا زبده، زيت زيتون، بصل، ثوم، فلفله حلوه، كل ده معانا، وفي علاقه فلفله حلوه اللي هي الهريسه الحمراء. المقادير على الشاشه، والصوره الحلوه دائما وابدا تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. هنشوف ازاي نعمل طبخه الطحينه للسمك، سواء هامور سواء قشر بياض، اي نوع فيليه بس ما يكونش فيه حسك اللي هو الشوك. اخواننا الشوام يقولوا على الشوك حسك، احنا نقول على الشوك شوك، وربنا يكفينا شر الشوك. طيب نعملها مع بعض ازاي؟ برضو طاسة على النار شديدة الحرارة، حلوة، ونحط في الطاسة دي شوية زيت زيتون حلوين، يعني حاجة كده لطيفة. الشكل ده كده كتير يا شيف يعني؟ خلاص. معانا زبده. اللهم صل على النبي. ونسيبهم على النار. نجهز مع بعض بصلايه متقطعه جوليان او شرايح زي ما بيقولوا، وقرن فلفل حار وفلفل رومي. حلو الكلام، حلو الكلام. سكينه حاميه معايا، البصلايه بالشكل كده تقطع، اللهم صل على النبي. ولازم تكون جوليان شرايح رفيعه جدا، هو بالشكل ده كده. ناخدها كده تنزل في قلب الخلطه دي يا ويلي، ونسيبها تديني لون، وهي بتاخد اللون ننزل بالبهارات بتاعتنا يا عم الشيف، من التوابل، البابريكا الحلوه، الكركم الجميل، الكمون اللطيف، كل ده على البصلة. الفلفل الأسود الجميل، شوية سماق حلوين، والملح بتاعنا. وناخد البصلة دي كده إيه، ندورها بالخلطة دي. الله، دي كنز. سيبها على النار كده تعيش مع نفسها شوية، عشان دي اللي هتلعب دور البطولة في طعم الطحينة. دي اللي هي سر من اسرار تخلي لك الطحينه دلوقتي تاكلي صوابعك وراها. نسيبها على النار كده تغلي. ناخد مع بعض الفلفل الاحمر الجوليان، ومعانا فلفل اصفر جوليان، هنقطعهم مع بعض كده. الله، ونيجي هنا كده بالشكل ده كده.
الله، اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. التقطيع دي مهمة جدا، معانا قرن فلفل حار ننزل بيه كده. كفاية دول، حلو قوي. تمام، معانا السمك بتاعنا، نبص عليه كده الشكل الحلو ده كده، سمك متقطع بالشكل ده كده، على قد عدد أفراد الأسرة، ممكن يكون كيلو، ممكن نص كيلو، زي ما أنت حابة. هما دول حلوين قوي، زي الفل يا عم الشيف. أخبار البصلة إيه؟ نبص عليها. نعم نعم يا حبيبي نعم، السمك في الفرن ننساه شوية يتأمر مع البرغل. زي الفل يا عم الشيف. نعمل ايه بقى؟ ناخد السمك بتاعنا ده كده ينزل في التتبيلة دي يا عم الشيف، ياخد الطعم. ليه ما تبلتش السمك؟ انا مش عايز تبله، انا عايزه كده ينزل على التتبيلة دي يشرب منها. خلي بالك طاجن السمك الهامور، قشر البياض، البلطي، اي نوع سمك فيليه يتعمل بالطريقه دي، ونسيبه كده ياخد غلوه بالشكل ده كده. طاسه طاسه، والمغازي جاب الخلاصه. هو ده هو ده. ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي يا مصري؟ الحقني يا مصري. حلو قوي، تمام زي الفل. تعالوا مع بعض، ياخد اللون ده كده، ده اللي انا عايزه. الله عليك يا شيف، الله عليك. ده ملبن ده ولا سمك؟ خد الطعم وخد اللون من قلب الطاسه. ما تتبلش السمك من قبلها؟ لا، ما انا لو تبلته تتبيله تانية هياخد طعم التتبيله، فانا عايزه ياخد طعم الجوسي وطعم التوابل اللي انا حاططها دي، زي ما انا شغال كده. حلو قوي. نجيب الطاجن اللي هندخله الفرن، اللهم صل على النبي، زي ده كده مثلا. عايز تبص على الفرن؟ عينيا بص. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ اللي يعجبك بقى، عندك في الطاسه حاجات حلوه قوي، وعندك في الفرن حاجات حلوه قوي. معايا بصل اخضر هنا، ايه الحلاوه دي؟ ما ناخدش بدول. اقفل يا سمسم. في الطريق. ممكن يا استاذ رحام مش موجود في المقادير بصل اخضر، دايما انا بخرج بره النص، دي امكانيات. ده مع الطاجن، ده يعلم من الطاجن. بصل الاخضر بتاع خير مزارعنا ده مش موجود في اي مكان، الارض الطيبه مصر. لفيت العالم كله لا لقيت طعم المانجا ولا البصل الاخضر زي اللي موجود عندنا في مصر. ما هي حاجه لطيفه اهي وحاجه بسيطه، يمكن عند الراجل الفكهاني ولا بتاع الخضار مش بنعملها اي اعتبار، البصل الاخضر او لا بالعكس. شايفه السمك؟ خد التحميره دي فله. نعمل ايه يا عم الشيف؟ نشيل السمك بالخلطه دي كده ونحط في قلب الطاسه دي كده بالشكل ده كده. طاجن السمك الهامور بالطحينه، لسه ما خلصتش. في اتنين هنا كمان اهو. الله، ناخد اللي موجود على البلانشه بتاعتنا، تقطيع الخضار ده كده اهو، الله الله على الصورة الحلوة، هو ده. ونقلب، هو ده. ونسيب ده كله على النار. فاكرين ولا ناسيين؟ أفكركم، الجوس بتاعي، البيون بتاعي اللي موجود هنا أهو، راس السمكة، ديل السمكة، الكرفس، البصل، التوم،
واسيبهم يغلوا على النار هسه. حلو قوي. الخضار ده مكان تحمير السمك، الفلفل، البصل المصري الجميل الحلو الاخضر، كل ده مع بعضه اهو. البوتاجاز يا شيف عشان الصوره الحلوه. نيجي بقى لايه؟ سيد الموقف. ست الكل، طحينه، ايه. اللهم صل على النبي. والفلفله الحلوه. الطاجن ده حكايه، الطاجن ده بيتكلم مصري. مش بيتكلم لبناني، لان اللي عامله مصري وخف الدم شيف مصري، اه. شفت الجو ده كده؟ نيجي مكان التحمير هنا، بصوا بقى يا اخوانا، اساتذه المصورين حبايبي، يلا يلا. اللحظات الحلوه، اه، طحينه. بنسيبهم على النار. هسه يلا نقلب. شفت القوام ده كده؟ اه. طحينه خدت الطعم من التتبيله اللي بدأتي بها من البدايه خالص، اللي هي البصله المقرمشه مع التوابل. نزلت السمك حمرته، خد اللون. خدت السمك مع شويه جوسي كده مع البصل والتتبيله، رصيته في الصينيه. عملت الخلطه بتاعه الطاجن اللي هي عباره عن فلفل الوان، عروق البصل الاخضر بحلاوه البصل الاخضر شارك في الطاجن مع انه مش موجود في المكرر. نزلت بالتوابل بتاعتي بالفلفله الحلوه، شايف القوام بتاع الطحينه. نزلت بطحينه كتير عشان انا بحب الطحينه المطبوخه. على فكره دي طبق لوحده كده بيسموه طبق مقبلات، اسمها سلطه حاره، زي ما هي كده من غير سمك، تبرد وتتغرف في اطباق حلات السمك تبقى لطيفه. اللهم صل على النبي. ناخد ده كده. الله، ايه ده يا شيف؟ لاول مره نشوف الشغل ده. طبيعي الطبيعي الطحينه تطبخ كده اهو، تنزل على السمك دلوقتي وتخش الفرن. الله، هنا الفلفل هيدوب مع الطحينه. ينفع اي نوع سمك؟ ينفع، اهم حاجه ما يكونش فيه حسك اللي هو الشوك. ليه يا شيف؟ عشان دي اكله امنه، احنا هناكلها بالمعلقه، ناكلها بالعيش، فلو في شوك هنا مصيبه، خلي بالك. اه، ناخد اللي احنا عملناه ده كده. اه، ناقصها حاجه. الله عليك يا عم الشيف، عصره ليمون. بلاش ملح الليمون، يفضل عصره الليمون. ليه يا عم الشيف؟ لان ملح الليمون مع تكراره ومع استعماله كثيرا بيوصلنا لمرحله ارتجاع مريء، يعني بعدين في امان الله واكلنا نايمين نوم من على المخده مفجوعين، ارتجاع مريء. اه، نتيجة استخدامنا لملح الليمون كتير في سلق الفول، في عمل الحمص، في سلق البقوليات. دي مدرسة مش لطيفة خالص. رجاء ما تستخدميش ملح الليمون في مطبخك خالص. اه، شايف الطاجن ده كده؟ يا ويلي، تحت منه كنز. اه، عينيا. نطلع فاصل؟ ما ندخل ده الفرن. طيب، ونطلع فاصل، ايه رايكم؟ الله، اللهم صل على النبي. يلا الحلاوه الجمال. يلا، زي ما هي كده، يلا بينا. ايه الحلاوه؟ ساحر يا ابو غازي. طاجن السمك، ايه الحلاوه دي يا جميل؟ طاجن السمك الفيليه الوقار او الهامور او القشر البياض مع الطحينه. حلو. اخبار الفرن ايه؟ اللهم صل على النبي. جاهز يا عم الشيف. طاجن السمك الفيليه الهامور بالطحينه. لا،
التفاصيل. اطلعه من الفرن ولا خليه؟ بصوا عليه كده، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الصوره بتسبق الحديث. الله، اهو الله عليكي. اهو يلا العب يا سمك. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه، خبره طهويه حضراتكم اللي تقولوا. جبنا سمك البلطي، عملناه طاجن بالبرغل، خدنا جزء من الهامور بتاعنا، عملنا شوربة سمك بالكرفس بمدرسة المغازي، شفناه مع بعض، وعملنا كمان طاجن السمك بالطحينة. ومعانا عدل السفرة دي يا شيف مغازي، لا مكرونة سباكيتي ولا عيش، هي عايزة السمك شوية الرز الأبيض بتوعنا، يتحط الرز بعد ما يتغسل يتفلفل مع حبان وورق لورا ومعلقة زيت صغيرة كده، ونستر شوية رز بس، يبقى معانا مفلفل بالشكل ده كده، يخدم على التلاتة. حلو الكلام؟ ناخد بعضنا ونطلع فاصل ولا الحلقة خلصت يا استاذ رحاب؟ خلصت؟ طيب ماشي. طيب نشوف الرؤية والفن والإبداع مع أكلة سمك معتادة دايما من إيد الشيف المغازي، بنشوفها يوم الاثنين، وعشان حضراتكم غاليين علينا بنعيدها يوم الخميس من كل أسبوع. يعني رؤية وفن، إبداع وبساطة وسهولة ومرونة، كمان خف الدم، كمان خف الدم. الكلام ده منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.